المرة اللي فاتت. نبتدي النهاردة مع بعض نسأل شوية أسئلة ونفكر فيها مع بعض. الأسئلة اللي بيسألوها اللا أدريين واللا دينيين اللي رافضين لقصة الفلك بيسألوا عدة أسئلة، يحاولوا البعض فيها فعلا بيتساءل للتساؤل، والبعض فيها بيتساءل للإنكار ومحاولة إثبات سواء خطأ الإنجيل أو غيره من الكتب الديانات المختلفة. بيقول أولا هفترض أن الفلك يشيل كم الحيوانات دي، وإحنا دي حسبناها خلاص، هل الفلك كمان يكفي يشيل أكل للحيوانات الضخمة دي كلها المتنوعة؟ أكلات اللحوم اللي تاكل لحوم فقط، إزاي فضلت اللحوم سليمة بدون تعفن لمدة سنة؟ نقطة الثالثة، إزاي نوح راعى كل هذا الكم من الحيوانات الضارية؟ وليه ما افترستهمش لحظة دخولها ولحظة خروجها وأثناء وجودها في الفلك؟ من فين جت كل الحيوانات دي؟ رابعا، مياه الشرب كانوا بيشربوا من فين؟ خامسا، النباتات ازاي نجت من غرق الطوفان؟ سادسا، من فين جت مياه الطوفان كلها؟ سابعا، راحت فين كل المياه دي كلها؟ النقطة الثامنة، تغير نسبة الملوحة اللي كانت المفروض تسبب كارثة بحرية. النقطة التاسعة، ارتفاع الفلك واللي يسبب ان الحرارة تنخفض والأكسجين ينخفض وممكن ان الانسان يتجمد. عاشرا، الحيوانات لما خرجت من الفلك بعد الطوفان مباشرة اكلت ايه؟ اكلات العشب واكلات اللحوم. نبتدي النقطة الاولانية، واطلب من حضراتكم لو تسمحوا لي يا ريت تبتدوا تركزوا معايا في النقطة دي علشان هنبتدي نذكر معلومات مهمة بيننا وبين بعضنا. أول ما تبتدي تتكلم على موضوع الطعام اللي المفروض يكون موجود في الفلك، أول حيوان يذكر الفيل. هو الفلك شال الفيل؟ هو الفلك كان فيه أكل يكفي للفيل؟ دي النقطة الأولانية يذكروها. ويقولك الفيل الأفريقي بياكل 250 كيلو في اليوم، تجيب له من فين أكل يكفيه في الفلك؟ وبالفعل فيلين، انت بتتكلم على فيلين هيحتاجوا 500 كيلو جرام اعشاب في اليوم، ده اول رقم يذكره لك. ويذكره بعد كده الاسد، طعام الاسد بياكل 30 كيلو في اليوم، واسدين يعني محتاجين 60 كيلو لحمة في اليوم. ده الرقم اللي يذكر اولا علشان فعلا يهولوا الصورة. لكن الغالبية العظمى من الحيوانات كانت عشبيات وحيوانات صغيرة مثل الطيور والحيوانات الداجنة والقوارض وغيرها اللي بتتغذى على البقوليات أو الحاجات اللي هي فعلا تزن كثير لكن بتاخد حجم قليل. اتقال ان نوح أخد حيوانات صغيرة الحجم، ولكن مش همشي مع الفرضية دي علشان أول حاجة هيقولوا لنا اثبت. لا، أنا هوافق ان نوح أخد حيوانات كبيرة مش حيوانات صغيرة، ولو لقينا فعلا ان الفلك ينفع يشيل طعام للحيوانات الكبيرة يبقى طبعا احتمالية ان هو يكون اخذ حيوانات صغيرة الحجم مقبولة تماما، فحمشي مع الاصعب علشان طبعا الاسهل منه يكون مقبول. هبتدي اولا بطعام الفيل، ومش هبتدي مش هتكلم على الفيل الافريقي. انا ذكرت لحضراتكم المرة اللي فاتت وبأكد مرة تانية، الانجيل يؤكد إن اللي كان في الفلك أجناس وليست أنواع، فأنا هاخد متوسط الفيل وليس أكبر حجم من أنواع الفيلة. الفيل اللي متوسط حجمه 10,000 كيلو جرام بيستهلك متوسط يوميا 100 كيلو جرام في اليوم، كويس؟ ده في حياته الطبيعية. يعني الفيل اللي حجمه 10 طن فعلا بيحتاج 100 كيلو جرام في اليوم، ده في حياته الطبيعية. لو ضربنا ال 100 كيلو جرام في 365 يوم في السنة هنلاقي ان الفيل بيحتاج تقريبا ثلاث اضعاف حجمه، انا اسف، ثلاث اضعاف وزنه في السنة. يعني الحيوان ده بيحتاج ثلاث أضعاف وزنه في السنة، ده الأكل بتاعه في السنة.
لكن المقياس مش واحد، لا، 3 مش 30، 3 ضعف مش 30 ضعف. في الحيوانات الصغيرة بتحتاج مضاعفات أكتر من كده. على سبيل المثال الفار اللي حجمه 100 جرام ممكن يوصل يستهلك 3 كيلو جرام في السنة. ففعلا فار صغير ممكن يوصل لل 30 ضعف، علشان الفار ده نشيط جدا. لكن الحيوانات الكبيرة المضاعفات بتاعة أكلها أصغر بكتير. وفعلا حسب متوسط معدل استهلاك بالنسبة للحجم، بالنسبة للحيوانات، انه تقريبا 3 اضعاف ونص ل 4 اضعاف كافيين جدا. اللي فهمني لغاية دلوقتي يكتب لي واحد، ويا أستاذ أنوس لو حضرتك قصدك التشتيت أرجو احترامي اللي موجودين في الروم، وحضرتك ضيف موجود معانا محترم جدا. ففهمنا ان احنا نقدر نحسب احجام الحيوانات ونضربها في 4، الحجم في 4 يدينا الكمية الطعام اللي مطلوبة لكل الحيوانات. فلو ذكرنا ان الحيوانات كانت تكفيها 110 حاوية، وده بناء على ايه؟ علشان نسيب مسافات ما بين الحيوان والتاني. يعني قلت ان الحاوية تشيل حدود 240 خروف، كويس؟ لكن ده بتشيل 240 خروف حي ليهم مسافات بينهم وبين بعض وعايشين وموجودين في الحاويات. لكن الطعام انا مش محتاج اسيب مسافات بينه وبين بعضه، الطعام انا بحطه في الحاوية وخلي الحاوية مليانة تماما. فاهمين الفرق ما بين الاتنين؟ اما عن الديناصورات، دي اندثرت قبل الانسان، وده مثبت علميا. اللي بيسأل على الديناصورات، الديناصورات ما كانتش موجودة في ايام فلك نوح، وبطل حضرتك تكرار بكل محبة على التكست. فانا الحاوية الواحدة اللي حط فيها 240 خروف حي، انا اقدر احط فيها فوق 1000 خروف مسبوح. اللي فهمني ايضا لغاية دلوقتي يكتب لي 7. الحاوية الواحدة اللي حط فيها 240 خروف حي اقدر احط فيها 1000 خروف مسبوح فوق بعضهم، لان مش محتاج اسيب له مسافات بينهم وبين بعضهم. فأنا لو عندي 110 حاوية فيها الحيوانات حسبناها المرة اللي فاتت، لكن مضغوطة، تلتها تقريبا كافي جدا لحجم الحيوانات. فاحنا مش بتكلم على الحاويات الفارغة بالفراغات اللي بين الحيوانات، انا بتكلم على حاويات طعام مليانة لغاية الآخر بدون فراغات. حجم الفلك اللي قلت عليه 450 قدم في 75 قدم في 45 قدم، اللي هو 1,518,750 قدم مكعب، يساوي 569 حاوية. حجم الحاوية 40 قدم بيشيل تقريبا 2,250 قدم مكعب. لو أخذنا متوسط حجم الحيوانات، رغم ان المفروض ناخد متوسط حجم القط، لكن احنا قلنا هناخد ما هو اكبر من ذلك بكثير، علشان حتى لو حد فاصل معانا احنا اصلا مستخدمين مقياس اضعاف المفروض مقياس متوسط الحيوانات، متوسط الخروف اللي اتفقنا عليه. طيب شكرا اخوي العزيز اللي قاعد تكرر، دي وصفة هايلة، شكرا على تشجيعك، اهلا وسهلا بيك. متوسط الخروف 75 سنتي في 45 سنتي في 40 سنتي، تقريبا هو أقل من 5 قدم مكعب. فلو بيشيل 5 قدم مكعب تقريبا، وعدد الحيوانات اللي اتفقنا عليها 25,000 حيوان، يكون 4 أضعاف حجمهم كام؟ 25,000 حيوان اللي اتفقنا عليه المرة اللي فاتت بدون الطيور ولا الحشرات، في 5 قدم مكعب
في 4 أضعاف حجمهم، يساوي 500,000 أدم مكعب. 500,000 أدم مكعب يساوي 220 حاوية، لأن احنا قلنا أن الحاوية تشيل حسب ما الأبعاد المذكورة، أن الحاوية تشيل كام؟ 2000. لحظة واحدة أجيبها لحضراتكم. الحاوية الواحدة، معلش تاهت مني، الحاوية الواحدة تشيل 2250 أدم مكعب. فإحنا لو الحيوانات محتاجة طعام 500,000 أدم مكعب، محتاجة تتحط الطعام ده في 220 حاوية، يعني أقل من تلت المركب. هشرح النقطة دي تانية لو حد تاه معايا، واذكر الأرقام مرة تانية. وأنا آسف يا جماعة الموضوعات دي، الموضوع ده احنا ناخده بالإيمان بيننا وبين بعضنا، وعارفين عمل ربنا، وربنا يقدر يبارك في الخمس خبزات والسمكتين. لكن الأسئلة دي ردا فقط على الملحدين اللي تقول له معجزة خمس خبزات والسمكتين، يقول لك لا مأمونش بيها، أنا عايز تحسب لي عمليات حسابية. فأنا مش بتكلم على أمور إيمانية ولا أمور روحية الآن، أنا بتكلم نزلت لدرجة التفكير التجريدي العقلاني فقط للإخوة الملحدين أو الإخوة اللادينيين أو اللا أدريين أو الرافضين للأمور دي كلها، أو حتى الإخوة المسلمين اللي ابتدوا يؤمنوا أن الطوفان مكاني، علشان لما يقتنعوا بالنقطة العلمية نقدر في الآخر خالص لما نيجي للختام ونتكلم